يسعى أول حاجة إنه الجلسة معينا نهار 3 نهار 23 أمام المحكمة الابتدائية بنابل في الدائرة الجناحية. الأولاد مازالوا موقوفين، قدمنا مطلب إفراج نهار 3 تم رفضه. احنا الحقيقة حاليا هيئة الدفاع المجتمع باش تقرر من جدوى تقديم مطلب إفراج آخر أو انتظار الجلسة باش نمشيو نزورو مراوبينا زاد في السجن اليوم، نشوفو معنوياتهم ونشوفوهم شنو يحب يوصلوا. التهم هما زوج تهم، الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات من مجلة الاتصالات الفصل هذايا، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي. نحب نقول احنا كهيئة الدفاع إيقافهم، ولو أنه قانونياً فما إمكانية الإيقاف حتى في حاجات عادية وأكثر من عادية، لكن استنكرنا وتصدمنا خاصة وأنه الموضوع لا يرتقي إلى حتى جريمة، مش نقوله جريمة خفيفة ولكن لا يرتقي للجريمة. كان مش نحلو اليوتيوب ونشوف الأغاني اللي قاعد غنى يومياً، صار الفنانين باش يتحالوا. وبالتالي احنا حريصين اليوم على أكثر من أنه ظهروا حق يوسف وضياء، حريصين على أنه تبقى الكلمة حرة أيا كانت هذه الكلمة. ثالث، ما هوش مشمول بالتتبع أصلا، لم يقع ذكر اسمه في الأبحاث. نظريا كل جريمة عقاب يصل من سنة إلى سنتين سجن، بالتالي نظريا زادنا نرجع نقول أنه احنا مش نمشيه للمحكمة وقدامنا 4 سنوات سجن. خروج نهاية السنة الجامعية، الناس كل اللي حتى اللي ما يعديش يحضر في الامتحانات، يقرأوا إنجليزية الأعمال، ناجحين ما عندهمش إشكالية دراسية، موهوبين، يحبوا الدنيا، يحبوا الحياة، يحبوا يغنيوا، يلقاوا رواحهم في السجن أو على خاطر غنوا.